We cannot change what's done. We can only move on. لا يمكننا تغيير ما تم فعله. يمكننا فقط المضي قدما. آرثر مورغان لجون مارستون في معركة شادي بيل. آرثر مورغان هو الشخصية المركزية والبطل الرئيسي للعبة Red Dead Redemption 2. تاريخ الشخصية: ولد آرثر مورغان في عام 1863 لبيتريس وليل مورغان. توفيت والدته عندما كان صغيرا جدا، وكان والده مجرما صغيرا خارجا عن القانون. تم اعتقاله بتهمة السرقة في عام 1874 عندما كان آرثر يبلغ من العمر 11 سنة. في مرحلة ما قتل ليل وشاهده آرثر وارتدى قبعته بعد ذلك. حوالي عام 1878 تم اختيار آرثر من قبل الهولندي فان ديرلاند وهو هوسيا ماثيوس. نظرا لكونه شخصية أب بديلة، جاء آرثر ليطلع على رؤية الهولنديين للحياة التي تعيش بدون قيود الحضارة والسيادة والقانون، ليصبح واحدا من أوائل أعضاء عصابة فان ديرلاند. في مرحلة ما خلال شبابه قابل آرثر فتاة تدعى ماري جيليس، وكان الاثنان في حب عميق. ومع ذلك تسببت تفاصيل آرثر لحياة الجريمة وعدم الرضا السائد لعائلة ماري في العلاقة بينهما إلى الانخفاض. في وقت لاحق التقى آرثر مع نادلة شابة تدعى أليزا، وكانوا في علاقة محرمة والعياذ بالله، مما أدى إلى حملها بإسحاق. عرفت أليزا ما كان آرثر عليه، لكنها قبلت أي دعم يقدمه لها ولابنها. سوف يزور آرثر إليزا وإسحاق كل بضعة أشهر ويبقى معهم لعدة أيام في كل مرة. في أحد الأيام وصل آرثر إلى منزله وشاهدهم متصلبين في الخارج. عرف آرثر على الفور إنهما قد ماتا، وعلم لاحقا إنهما قتلا على أيدي لصوص، وكل ذلك مقابل 10 دولارات فقط. لقد تصاعدت حادثة آرثر منذ ذلك الحين ولم يتأقلم مع الألم. أحداث Red Dead Redemption الموت الأحمر فصل كولتر. بعد سرقة العبارة الفاشلة يجبر الهولنديون والعصابة على الفرار من بلاك ووتر ومحاولة عبور الجبال غربا للتهرب من تطبيق القانون. لم يمضي وقتا طويلا بعد الانتقال إلى كولتر، يبحث الهولنديان وآرثر عن جون مورستون ومايكا بيل اللذان كانا يكتشفان. وجد آرثر والهولنديون مايكا الذي يخبرهم عن منزل يبدو أن هناك حفلة تدور في الداخل. يتوقفون عند المنزل للحصول على المساعدة، حيث يجتمعون مع أعضاء أودرسكول بويز. بعد لقائهم اندلعت معركة بالأسلحة النارية مما أدى إلى مقتل أودرسكول بويز بعد نهب المزرعة. واجهوا سادي أدلر الذي قتل زوجها على أيدي عصابة العدو، شعور سيء لها. يعيدونها إلى المخيم. لم يمضي وقت طويل بعد عودته، طلب من أبيغل روبرتس آرثر للعثور على جون مورستون الذي فقد. وجد آرثر وخافير اسكويلا إن جون مصاب من تعرضه لهجوم من الذئاب وإعادته إلى المخيم. قررت العصابة مهاجمة معسكر أودرسكول الذي يقع في مكان قريب وفقا لجماعة أودرسكول التي استجوبوها في منزلهم. تهاجم العصابة المخيم، وبعد هزيمتهم تعثر على الديناميت ومعلومات حول قطار تابع لوين كورنول في طريق عودتهم إلى كولتر. صادفوا أودرسكول ورأوا في السابق أنهم تعرضوا للتوبيخ من قبل كولم آرثر المتطوعين للقبض عليه والنجاح مع سجن أودرسكول اسمه كيران في معسكر العصابة وعدم إعطائه أي طعام. آرثر يخرج مع تشارلز والبحث عن الطعام. يعطي تشارلز آرثر القوس ويخبره أنه سيتعين عليه استخدامه لأن تشارلز أصيب في يده بعد سرقة العبارة الفاشلة. آرثر يصطاد 2 من الغزلان ويعود هو وتشارلز مع مصدر للغذاء من أجل تمويل وهروبهم من الجبال. تمتلك الهولندية عصابة سرقة قطار كورانول مما يؤدي إلى حصولهم على مبلغ كبير من المال. من أجل تمويل هروبهم من الجبال تمتلك العصابة الهولندية خطة لسرقة قطار كورنول، ومع ذلك
فإن الجهاز الذي خططت العصابة لاستخدامه يفشل، ولذا يتعين عليهم مطاردة القطار. قفز آرثر وليني وخافير على متن القطار من الأعلى على الرغم من سقوط خافير على الفور، وتراجع ليني أيضا، لكنه تمكن من الاعتراض على العربة بعد أن ساعده آرثر. تمكن الاثنان من شق طريقهما عبر القطار وقتل معظم الحراس قبل أن تصل بقية العصابة وتنتهي من العدد القليل المتبقي. ثم تستخدم العصابة الديناميت لدخول السيارة خاصة، حيث يتمكنون من العثور على بعض السندات الحكومية ذات القيمة العالية. ثم يترك الهولندي آرثر ليتعامل مع آخر ثلاث حراس كما يحلو له. بعد التعامل معهم يعود آرثر إلى كولتر. وإلى هنا تنتهي أحداث الجزء الأول من قصة آرثر مورغان. نلقاكم إن شاء الله في الجزء الثاني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. All right, come on. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch.